انطلقت اليوم فعاليات الملتقى العربي الأوروبي الثاني للشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية، وذلك بحضور رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار معالي الشيخ أمي بنت محمد الخليفة وعدد من المسؤولين والمهتمين. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نتاجات العقول العربية الشابة وتقريبها من النتاجات الدولية، وذلك من خلال طرح مختلف وجهات النظر والنقاشات الجادة. المزيد في التقرير التالي. ضمن باقة الأنشطة التي تقدمها هيئة البحرين للثقافة والآثار والمتفرعة من مشروع نقل المعارف الذي أطلق قبل عامين، دشنت اليوم فعاليات الملتقى العربي الأوروبي للشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية. تشرف هيئة الثقافة والآثار بتبني ونشر مشروع نقل المعارف، المشروع الذي ينقل المعرفة، المعرفة التي تبقى معنا ولا تفارغنا. هذا الزاد من الكتب التي تترجم إلى اللغة العربية والتي ستتحول إلى موسوعة فكرية، نفخر بأنها صدرت من البحرين، ونفخر بأن تستضيف هذه المملكة المجموعة الرائعة القادمة إلينا بأحلامها بمجموعة من الشباب. دائما نحن على وفاق أو على تواصل مع الشباب، ولدينا هنا في وزارة الثقافة أو هيئة الثقافة مجموعة من الشباب الذين سيعملون معكم على الدوام، وستكتشفون أن هذا الجانب المعرفي يسانده بعد إنساني، ستنشأ بينكم علاقات ودية. وتكمن أهمية المؤتمر في احتضانه للنتاجات العربية الشابة، إذ يناقش مشاريع بحوث أكاديمية ويساهم في التقارب الحضاري والثقافي بين الشرق الأوسط والغرب، لا سيما في مجالات العلوم الإنسانية. أنا أشارك بعرض لبحث قمت عليه لنيل رسالة الماجستير. البحث يأخذ الإشكالية حول موضوع المقاومة البصرية في 4 مدن فلسطينية، وكل ما يتم عرضه بشكل بصري من صور شهداء، ميادين عامة، كتابات لها علاقة بالتراث والفلكلور، ودلالاته التي تتعلق بالمقاومة. مشاركة بورقة عمل، بورقة علمية بعنوان المعوقات التي تواجه باحثي العلوم الاجتماعية الحاصلين على الماجستير في جامعة سلطان قابوس. ماذا يحدث بعد 20 سنة؟ ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى يوم الأحد المقبل نخبة من الباحثين من عدة دول، بينها المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين وقطر وعمان وفرنسا وإيطاليا والكاميرون والسنغال. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.